السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم بلال من قناه 1 2. هنتكلم ازاي النهارده؟ نشرح نسطب باتش 1 2 الاصدار السادس. اول حاجه انا عايز اتكلم عليها ان تيم الباتش بسبب حاجات كتير هو قرر ان هو مش هيكمل. انا عن نفسي بايدهم في القرار دوت، علشان في ناس كتير ما تعرفش الناس دي قررت ده ليه. معلش يعني هتكلم معاكم في البداية بعيدا عن الشرح بتاع الباتش، يعني اقول لكم شوية حاجات حصلت الفترة اللي فاتت. الناس دي استحملت يعني غلط فيها من ناس كتير. انا كنت بطلع ارد في الفيديوهات، ودي اول نقطة انا عايز اتكلم عليها. انا بعتذر لكل شخص زعل مني الفترة اللي فاتت ان انا كنت برد في الفيديوهات. شخص اكبر مني، شخص اصغر مني، كلكم ليكم احترامكم، كلكم ليكم تقديركم. انا ما كنتش قصدي ان انا اطلع اتكلم ومثلا ان انا اتطرق لحد عامه، بس كنت بحاول اجيب حق الناس دي، او الناس دي تشوف ان في حد بيرد عنها. بس انا يعني انا اقتنعت برأي الناس اللي هو انتوا. طبعا انا بكرر اعتذاري تاني لاي حد اتضايق مني الفتره اللي فاتت في الاسلوبي بتاع الفيديوهات. بعتذر لك بجد، ايا كان سنك، ايا كان اسمك، ايا كان كنت ايه، انا بعتذر لحضرتك. حتى لو انت اصغر مني او اكبر مني، هو الاحترام مش بالسن، الاحترام للشخصية. أنا بعتذر لك تاني إن لو في فيديوهات فاتت حضرتك اتضايقت مني إن أنا كنت بتطرق فيها الناس أو من الأسلوب، فأنا بعتذر لك. أنا عن نفسي واخد قرار بقالي ممكن شهرين ولا برد على حد ولا بتكلم مع حد ولا بتطرق لأي حد في المجال دوت أيا كان اسمه إيه، ببساطة لأن إحنا حاليا أعلى من كل الناس، وببساطة إن أنتوا كان ليكوا حق. يعني أنا لازم أعترف، الاعتراف بالحق فضيلة. حضرتك أنت الناس يعني حضرتك اللي كان بيقول لي يعني خليك مالكش دعوة بحد وخليك أنت صح. الناس دي يعني بتاخد تقدير أعلى لما الواحد بيرد عليها، يعني تقدر تقول حسالة. فأنت لما تدي زبالة، لما تدي زبالة ان انت بتجاريها في الرد، حتى لو الزبالة دي بتشتمك، فانت يعني بتخليها خلاص انت بقيت رد فعل ليها. انا عارف ان وانتو بقاله سنتين في المجال دوت، عامل قلق لناس كتير، مضايق ناس كتير جدا. يعني احنا بنتكلم على الناس المعروفة، في بقى ناس ما ينفعش. انا يعني انا مش هتطرق زي ما قلنا الهوا، وقبل كده نزلنا بوست قلنا فيه ان احنا مش هنتطرق لاي حد ايا كان هو ايه، وده فعلا تم. الناس اللي معايا او التيم اللي معايا، تيم العصابة اللي انا بشكر كل واحد فيهم وهشكرهم في الفيديو ده واحد واحد، لان هم يستحقوا ده. عاملين لكم انجاز، عاملين لكم حاجة تحفة انا شخصيا بلعب بيها، مع ان جهازي شغال بيس 20. الناس دي تعبت لمدة 4 شهور، بيردوا بقى على كل الانتقادات او كل اي كلمة من اي كلب، اي حد ملوش لازمة. زي ما انا قلت كده في البداية، زبالة او مش زبالة، حقير يعني، مش ملوش قيمة، يعني ناصم حاجة مش موجودة. فيعني الناس دي اشتغلت 4 شهور، عملت تاني، ولما تلعبوا بالباتش هتشوفوا كلامي، تحفة تحفة في لعبة اسمها بيس 2017. نزلت الحاجة دي مجانا من غير رابط اختصار واحد. ليه؟ الناس دي من بداية دي وان لحد النهاردة مش هدفها الفلوس خالص اطلاقا. عشان كان في بس ناس بشوفها في الكومنتات، واحد كده يقول والله انتوا خسارة فيكم الشتيمة، انا تعبت. وانتوا اساسا فعلا اللي يعني طلع الحل اللي هو الناس اللي بتتفرج عليا كانت بتقوله لي، وانا اللي كنت يعني ما بحاولش افكر فيه، ان انا ما ادكوش قيمه ان انا ارد عليكم. انتوا ايه عشان ارد عليكم اصلا؟ بس يعني هنتطرق للحته الصغيره دي بس، من يعني من اللي كانوا بيقولوه، علشان انا برد مكان. يا جماعه انا مش بتكلم بلسان بلال بس، انا بتكلم بلسان تيم كامل اسمه تيم 1 2 بين قوسين العصابه. فانا بتكلم عن لسان الناس دي وعن تعب الناس دي. فاللي كان يقول لك انت مجبر تعمل مش عارف ايه علشان اللينكات، لينكات مين ياض يهبل؟ المجال ده ما فيهوش ب2 جنيه فلوس. لينكات مين؟ ده احنا صارفين من جيبنا، والناس دافعه من جيوبها ومش عايزه تاخد حاجه.
فباختصار شديد عشان ما اطولش في المقدمه دي، انا بشكر سنتين شغل مع الناس دي بجد بشكرهم جدا. كملنا او ما كملناش، ولحد ما انا بسجل الفيديو ده قرر ان احنا مش هنكمل، كفايه كده. لا ومش لاقيين تقدير، هم وجهة نظرهم ان هم مش لاقيين تقدير. انا شايف ان الناس ابتدت تتفاعل معاهم، والناس ابتدت لا تقول لهم ان وانتو ليه تقدير وتقدير كتير جدا، ويعني خلينا الفترة الجاية وكله بايديكم زي ما بنقول. خش في شرح الباتش، وياريت نركز علشان اللي مش هيتفرج على الفيديو ده من اول دلوقتي، من اول ما انا هتكلم دلوقتي، سيبك من مقدمة عايز تسمعها اسمعها، مش عايز انا كنت بشرح لك ايه اللي كان بيدور الفترة اللي فاتت. مش هعرف شغل الباتش، واي سؤال عن اي حاجة انا هقولها في الفيديو ده مش هيتم عليها الرد في البيتش، خلينا واضحين، ولا في الجروب. نبدأ ونقول بسم الله. ده البوست بتاع الباتش 12V6 بيس 2017. المميزات اقراها براحتك، الصور شوفها براحتك، خلينا في المفيد. المفيد يا فندم ان انت هتجيب عرض الروابط، هتستنى 15 ثانية. الباتش مباشر على اكتر من سيرفر، سيرفرات كتير جدا، مش هنعمل تورنت لان احنا ما عندناش الملكة ان احنا نعمل تورنت. الباتش ده هدية مننا ليكو يا انتوا، بجد احسن حاجة انا شفتها في المجال بتاع بيس دوت، المشتركين اللي بيتابعونا للامانة، اللي بيدونا الدفعة لقدام يعني. طيب يا فندم حضرتك معاك 11 بارت هتحملهم في اي سيرفر، فايل ابلود، جوجل درايف، ميجا فور اب، ميجا اب، ميديا فاير، يو اب فور ايفر، ميجا ده يعني انا بسميه شبيه للتورنت لانه لو النت قطع عندك بيكمل وحاجات من هذا القبيل، تمام. يو اب بورن دوت اسرع سيرفر ممكن تحمل من عليه، انا بعتبره بالنسبه لي اسرع من ميديا فاير وجوجل درايف. هعمل لكم كل حاجه انتم ممكن تتخيلوها فولدر كونامي. حضرتك كل اللي هتقدر تعمله هتحمل 11 بارت دول، وهتحمل فولدر كونامي، تمام. هرجع كده للموضوع. طبعا هنا تحميل افضل برامج مساعده للالعاب، لو حضرتك عايز برامج تساعد الالعاب عندك على الجهاز حمل البرامج اللي هنا اللي هيتم تحديثها بكره ببرامج جديده وجميله جدا. تحميل لعبه بيس 2017 خام، ايه الفرق بين اللعبه الخام وايه الفرق بين اللعبه اللي عند حضرتك؟ دي لعبه خام كامله يا فندم بكل اللغات، كل لغات العالم. انا شخصيا حملتها من جديد لان النسخه دي نسخه كامله، حضرتك لو بتنزلها وبتبقى عندك مشكله وانت بتسطبها عشان حضرتك بتختار اختيارات وانت بتسطبها، ممكن لو سمحت لو حد محملها وبيسطبها وعنده في مشكله وانت بتسطبها اقعد دوس نيكست نيكست بس، ولا تختار لغه ولا تختار برامج تنزل معاها، ما تختارش اي حاجه من الاختيارات اللي بيديها لك ده، اعمل نيكست نيكست هتلاقيها بتشتغل معاك زي الفل، تختارش لغه هي هتنزل باللغات كامله حتى لو انت ما اخترتش، تمام. التتون هتكلم عليه يعني لما اخلص بس شرح الباتش، عشان الباتش فيه لفه كده، وده بسبب ان الشخص اللي ضغط لنا الباتش هو شخص صديق لينا بس شخص روسي، ففي مشكله بس في اللغه بتاعت الباتش هتظهر عند كل الناس زي ما ظهرت عند التيم عندي لما العشرة لعبوا بالباتش وحملوه لقينا المشكله ديت، فهتتطلب منكم شويه مجهود شويه بس يعني اعتبروا ان دي مثلا ايه حاجه عشان احنا يعني حاجه مش مقصرين فيها بس احنا ما مش بايدينا نعملها لان انا مش هينفع ارجع الباتش تاني واضغطه يعني موضوع كبير قوي، فمعلش حضرتك كل اللي هتعمله هتضيع بس 10 دقايق من وقتك او ربع ساعه ان انت هتعمل الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي. طيب سيب التاتو بقى دلوقتي على جنب، حضرتك معاك الباتش بتاع 1211 جزء زي دول، تمام. الباسورد يا فندم هينزل على الموقع كمان شويه، الكلمه دي ذا جانج يعني العصابه بس بالانجليزي، تمام. هتاخدها كده يا فندم زي ما هي، تمام، هتلاقيها على الموقع زي ما هي كلمة زا بعد كده مسافة، هي خدها زي ما هي كوبي مات يعني ما تحاولش تغير فيها حاجة. بص يا فندم حضرتك هتيجي هتعمل اكستراكت هير، هتحط الباسورد بيست اهو وعامل له شو يعني عشان تشوفه الكلمة اهي، انا علشان والله ماشي يعني انا هخليه ممكن اخليه فك تاني، اخلي ده بره، ده الفولدر اللي هو هيفكه وانا هلغي بعد ما يعمل يعني، هدوس اوكي اهو يا فندم ابتدى يفك معايا هيديني الفولدر ده. انا طبعا عشان اقصر وقت الفيديو وعشان ما اقعدش اوقف واجري انا عايز كل حاجه تبقى لايف قدامكم،
فهو لما هيخلص مع حضرتك هيديك فولدر زي ده، فانا هعمل كانسل، انا اسف، وهعمل ديليت لده. ده الفولدر اللي كان معانا، اللي بعد ما يخلص تسطيب دول هينزله لحضرتك. الباسورد دي يا فندم هتلاقيه على الموقع، الكلمة اللي انا عملتها من شوية حضرتك هتكتبها، هيفك الضغط معاك. طيب هتدخل هتلاقي فولدر 1 2 بالشكل ده، ده الفولدر كامل، ده الويب سايت الرسمي بتاعنا، دي قناة اليوتيوب الرسمية بتاعتنا، ده يعني اكونت تويتر الرسمي، ده الانستجرام الرسمي، ده الفيسبوك الرسمي. حضرتك كل اللي هتعمله هتفتح ايقونة التسطيب. اقول حاجة في الحتة دي، معلش، اي مشكلة في فك الضغط حضرتك عندك مشكلة في جهازك او في الوين رير اللي حضرتك بتفك بيه، اي مشكلة في الباتش وهو بيتسطب حضرتك عندك مشكلة في الويندوز او في برنامج من البرامج، لان الحاجة دي اتجربت على ويندوز 7، ويندوز 7 32 64، ويندوز 10، ويندوز 8. عندي 10 في التيم، ال10 نزلوا وسطبوا الباتش. تمام. حضرتك هتفتح ال EXE ديت وهتستنى، لان الباتش بعد ما حضرتك هتسطبه هيبقى 68 جيجا. حاليا الباتش حضرتك لما هتنزله دول الملفات المضغوطة بتاعته 30 جيجا. هتستنى عليها شوية، يعني أنا جهازي إمكانياته حلوة شوية واستنيت شوية معاك، وهو أنت بقى يعني ممكن تكون إمكانيات أقل فهتستنى شوية. مهم إن اليس دي تظهر لحضرتك. تمام. هتدوس يس، هيظهر لك البريفيو بتاع البرنامج، هيقول لك نيكست، هتختار الفولدر اللي حضرتك هتسطب فيه. يعني مثلا انا بصوا هنا مسطب مسطب الباتش ادي 1 2 3 مرات. الحاجه قبل ما بنديها لكم بنسطبها مره واثنين وثلاثه على اكتر من جهاز، وبنجرب وبنلعب. ده بعد ما بنقفل الباتش، يعني دي حاجات بس عايزكم تبقوا تعرفوها، علشان انا يعني للامانه انا مش عايز اي حد يبقى عنده اي مشكله، انا عايز الناس كلها تلعب وهي مبسوطه. اختصارا برضو للفيديو بتاع الباتش، انا مش هسطب، بس كل اللي حضرتك هتعمله هتختار الفولدر بتاعك. انا والله عايز اسطب لكم البتاع، بس يعني الوقت بتاع الفيديو هيطول، وانا بسجل ببرنامج جديد المره دي، فانا مش عارف اعرف اوقف واشغل واوقف واشغل زي البرنامج القديم، لان انا للاسف بسجل الفيديو ده مش على جهازي تاني، الفيديو ده انا بسجله على الجهاز التاني بتاعي اللي اصلا معلوش اي حاجه. فمعلش مش هسطبه، بس هو يسطب معاكم مفيهوش اي مشكله. حضرتك هتعمل اي فولدر عندك على الدي، على السي، على البي، على اي فولدر عندك وسميه اي حاجه، وحضرتك اختاره من هنا اهو. يعني انا بصوا هسطب حته، تمام، يعني انا هسمي فولدر بلال اهو جوه عندي في الدي، سميت فولدر اسمه بلاد. هدخل هنا اجيب ماي كمبيوتر، هجيب الدي، هجيب الجيمز، هجيب بال 17، هجيب بلال اهو. بص يا فندم، بلال اهو اللي انا عامله ده، هقوم اختاره واقوم اوكي. بعد كده هدوس نيكست، هيقول لك انت اوكي هتسطب في بلال. بص بقى اللي يعني انا حاولت هحاول اسطب اول شويه بس والغيه بعد كده عشان تعرفوا معلومه. الباتش بعد ما بيتسطب بيبقى 70 جيجا. تمام، يعني انت محتاج فولدر فاضي اقل واجب 80 جيجا. المساحه اللي هيتعمل فيها الفولدر ده، البارتيشن اللي هيبقى جواه الفولدر ده، لازم يكون فيه مساحه فاضيه 80 جيجا. الباتش لوحده جوه الفولدر هيبقى 70 جيجا، وادي له 10 جيجا بقى يعني عشان ما ي... او ادي له براحتك يعني، المهم ان هو عايز فولدر 70 جيجا. البارتيشن اللي هيتحط فيه الفولدر ده يبقى بارتيشن المساحه الفري اللي فيه 70 جيجا وانت طالع. طب يا فندم انت هتدوس له نيكست، هيقول لك اللي هو بيعمل تشيك على المساحه، واي غلطات بتحصل وانت بتسطب ده بيبقى بسبب ان ما بيبقاش عندك مساحه، او بسبب برامج، او بسبب نسخه ويندوز، لكن البرنامج ما بيبقاش فيه اي مشكله. هيسطب معاك وهياخد وقت كتير جدا، لان زي ما قلت لك بينزل 70 جيجا. انا عشان مسطبه في ثلاث بارتيشنات، يعني في ثلاث فولدرات مسميهم اسامي مختلفه كلها 1 2، فانا هلغي التسطيب، يعني انا هدوس كانسل لان انا مش محتاج اسطبه تاني، وهدلت فولدر بلال ده خالص، لان هو ده مثلا الباتش عندي لسه مسطبه من نص ساعه، بس هياخد وقت كتير. انا ده الفولدر يعني اللي انا كنت بسطب فيه، هيبقى بالشكل ده عندك.
يبقى كده اتفقنا بعد ما يخلص تسطيب هيبقى بالشكل ده عندك. طيب في حاجة أنا نسيت أوريها لكم في الفيديو، إيه هي؟ الفولدر اللي أنت عايز تسطب عليه هيبقى فيه أيقونة الداتا بس، الفولدر اللي أنت هتسطب عليه هيبقى الأيقونة دي بس اللي هي اللعبة. أنا مسطبه على فولدر داتا بس زي عادتنا وزي كل الفيديوهات اللي سبقت دوت، احنا بنسطب على فولدر داتا بس. طيب ايه الاختلاف المرة دي في فولدر داتا عندنا؟ ان انا منزل اللعبة الكاملة وفرقت معايا بصراحة فيها كل اللغات، وهوريكم يعني ايه دلوقتي فيها كل اللغات. انا انصح اي حد يحمل اللعبة الخام من على الموقع، ولو فيها مشكلة في التسطيب زي ما قلت لك ما تختارش لغة، ما تختارش اي اختيارات، ولو الطلب زاد عليها قوي هحملها لكم مفكوكة، يعني هرفعها لكم فولدر داتا بس زي ده كده، ده لو يعني الطلب زاد عليها جدا. تمام، يبقى احنا بنسطب الباتش على فولدر مفهوش غير فولدر داتا بتاع اللعبة اللي عند حضرتك اللي هو فولدر اللعبة الخام، اي حاجة غير كده بنعمل لها ديليت، بنعمل لها ديليت وبنسيب ده فاضي. بعدين بنسطب الباتش بتاعنا جوه الفولدر اللي فيه فولدر داتا. بعيد وازيد في الكلام ليه؟ في ناس معلش نعذر بعضينا ما بيبقوش عندهم الخبرة الكافية ومش فاهمين قوي، فمعلش معلش يعني استحملوني. طيب سطبنا الباتش خلص وجاب لي الفينش تمام، ونزلت الباتش كامل هينزل معاك زي ما انت شايف كده، ولا ناقص حاجة ولا في اي مشكلة، هتنزل معاك كل الملفات دي، هينزل معاك فولدر داونلود في كل الملفات دي لحد 33، وهينزل معاك كل القصة دي. طب يا عم بلال الدنيا سهلة، هي في ايه يعني؟ ايه اللي انت خضتنا فيه وهتعبكم معايا ومعلش والكلام ده كله؟ طيب بص معلش انا يعني تاني بكرر اسفي للناس اللي هم حملوا الباتش والناس اللي هتحمل الباتش، هم المفروض ما يعملوش الكلام دوت، بس يعني اعتبر نفسك واحد من التيم يا سيدي، وان انت مطالب ان انت تعمل الكلام دوت عشان الباتش يشتغل عندك. اي حد مش يعمل اللي انا هعمله دوت الباتش مش هيشتغل عنده بشكل صحيح ولا السلكت. طيب في ناس هتسطب الباتش فولدر داونلود ده اللي قدامنا ده، تعال اعمله كده عشان يبان كل ملفاته، ده هيظهر لها بالشكل ده، كبر كده شوية الملفات هتظهر كده عندها، يعني ده بصوا 1 2 في 0 0 0 0 0 ده واحد، والتسلسل ده التسلسل ده هيظهر عند حضرتك بالشكل ده، هيبقى 1 2 حرف الاي بالروسي كده واندر سكول غريبة كده بعد كده الرقم. تمام، في ناس هيظهر عندها بالشكل ده اللي هو ده، وفي ناس تانية هيظهر عندها بالشكل ده. ده بيرجع يا فندم للغة بتاعة جهاز حضرتك، في ناس هيظهر عندها بالشكل ده، في ناس هيظهر عندها بالشكل ده. المهم المجمل بتاع الفيلم ده كله ايه؟ ان ده وده غلط، ده غلط وده غلط. طب هنعمل ايه يا عم بلال؟ هنعمل كالآتي، انا هسيب لكم يعني اللي يعرف ينقلها من الفيديو كده ماشي، انا هسيب لكم تكست هيبقى مكتوب تكست هتلاقوه في التحميل، يعني هتلاقوه مع التحميلات كان بفولدر كونامي كده، كمان شوية على الموقع هتلاقي في حاجة اسمها تكست. التكست ده انا لسه يعني انا هعمله دلوقتي قدام حضراتكم اهو، ادي تكست ادي اسم الملفات، انا هعمله معاكم في الفيديو والله اهو، ثانية واحدة مسجل على جهاز ريفر، هعمل لكم التسلسل ده زي ما انتم شايفين كده، هعمل لكم التسلسل ده هتلاقوه يعني انتوا هتلاقوه في التكست اللي انا هعمله ده بعد ما اخلص الفيديو، طبعا مش هقعد اعمله والفيديو شغال لحد 33 اللي هي التسلسل بتاع الباتش. طب انا اعمل ايه؟ انت توهتني مش فاهم حاجه. حضرتك هتحمل التكست ده عشان تاخد كوبي بيست بس، انا بريح عليك يعني مش بخليك تكتب بايديك، والملفات عند حضرتك في الجهاز بتاعك لو بالشكل ده او بالشكل ده هتمشي بنفس تسلسل، اي غلطه في اللي انت هتعمله الباتش مش هيشتغل معاك بشكل صحيح. بعتذر تاني، بعتذر تالت، بعتذر رابع ان ده مش دور حضرتك، لكن
الأمانة اللي ضغط لنا الباتش شخص روسي، حصل مشكلة في اللغة بتاعة ضغط الباتش، فهو هيجي عندنا احنا اللي باللغة الإنجليزية واللغة العربية أجهزتنا الطبيعية، هيجي لنا لا بالشكل ده لا بالشكل ده. نعمل ايه عشان يشتغل معانا؟ هنمسك مثلا 1 2 اللي هي 0 0 0 وفي الآخر حرف الألف، أو 1 2 اللي هي A و 0 0، يعني إذا كانت هنا بيظهر لك كده أو كده، هي في الأساس المفروض يكون اسمها إيه؟ يكون اسمها 1 2 في 4 ولا اللي هي 5 6 0 دي، ما علينا. هتقوم جاي عليها كده اللي هي دي، أو اللي هي دي هتعملها الاسم ده، تمام؟ هو برضه هيبقى عامل لك تسلسل للباتش، يعني انت ما تجيش بمزاجك تقول انا هخلي دي 00 او هخلي دي 00 كده، الباتش بالشفا يعني هلاقيك كاتب لي بوست طويل عريض ان الحاجه دي بايظه ومنكم لله، تقعد رافع راسك علينا كده وعمال تدعي علينا ليه؟ عشان حضرتك ما عملتش زي ما انا بقول في الشرح. هو هيكون الباتش نازل عند حضرتك بتسلسل هيروغليفي امريكي ياباني صيني تايلاندي، هينزل بتسلسل لان هو متسلسل ارقام، الارقام ما بتتعارضش مع اي لغه. يعني هنشوف هنا نازل اهو بتسلسل ارقام، اهو اهو لحد هتلاقيه لحد 33، نفس الكلام هنا عربي وهيروغليفي والكلام ده كله، بس نازل بتسلسل ارقام. تسلسل الارقام ده انا هكتبه الصحيح لحضرتك في تكست، وهيكون في الموقع جنب فولدر كونامي. التكست ده هتلاقيه التسلسل الصح لحد 33. كل اللي عليك ان انت هتمسك سي بي كي هي هتغير اسمها، تاخد الاسم الصح، يعني دي واحد دي تاني واحدة واحدة اهي. انا في الفيديو شارح لكم من جوه عشان تشوفوا شكل الباتش عندي، التسلسل بتاعه الصح ده، التسلسل الصح للباتش، تمام؟ اللي هو من 000 لحد 33. خلصنا من النقطة دي، خلصنا من النقطة دي، غيرنا التسلسل بتاع الداونلود وخليناه زي حضرتك من اول 00 ل 33 من التكست اللي حضرتك حاطه، ومشينا بنفس التسلسل، عملنا دي 00 ودي 1 ودي 2 زي اللي موجود عند حضرتك عملناه بالظبط. طيب هتعبك معايا تاني بقى، وهو ده التعب الكبير شويه لان ده هياخد منك نص دقيقه. ايه هو بقى التعب يا عم بلال اللي انت هتتعبه لنا تاني؟ هو مش تعب بمعنى كلمه تعب، بس الخطوه التانيه في تصطيب الباتش اللي هي ايه؟ حضرتك خلصت كده الفولدر بتاع داونلود، ظبطته خليته 2 ال 33 سي بي كي اللي هم دول اللي انا لسه شاريحهم برضو، يعني عمال اشرح فيهم وازيد علشان حضرتك تبقى فاهم الحته دي بالذات. الفولدر ده او التكست ده موجود على الموقع يا فندم جنب فولدر كونان، هتخلي تسلسل الباتش زي تسلسل ده، يعني اول ملف اللي هو 00 هتخليه 00، اللي هو واحد هتخليه واحد. انا شرحت الكلام ده باستفاضه، والصور بتاعته اهي، الصور بتاعته اللي هي ده اللي هو الملف ده هو ده او هو ده. ثانيه واحده بس نجيب الصوره الثانيه، الصوره الثانيه فين اهي، تمام يا جماعه كده فهمتوا القصه دي والحته دي خلاص ولا اعيدها تاني؟ اول ملف هنا اللي بالاسم ده او بالاسم ده الاسم الصح بتاعه ده، تاني ملف اللي هو ده او اللي هو ده الاسم بتاعه ده، تالي مش محتاج اتكلم في الحتة دي تاني خالص. اخش بقى في الحتة اللي بعدها اللي هي اسهل منها، انا بقفل بس الحاجات دي. التكست ده هتلاقوه على الموقع اسمه تكست جنب فولدر كونامي الفيكس، حضرتك هتحمل الفيكس ده هتلاقيه برضو جنب فولدر كونامي، مساحته 86 كيلو بايت، حاجة هبلة كده. حضرتك هتحمله، بعد ما هتحمله هتفك الضغط عنه، هيعمل لك أيقونة زي دي، هيعمل لك أيقونة زي دي شبه أيقونة السيليكتور شوية، هتاخدها كوبي أو كات، أنا هاخدها كات لأن أنا مش هحتاجها تاني. هتحطها يا فندم جوه الباتش، هتحطها بيست جوه الباتش أهي، جوه فولدر الباتش بتاعك اللي احنا شرحنا ازاي تسطبه. وكل اللي عليك هتفتحها وهتدوس له ستارت فيكس، امشوا بالخطوات اللي انا بعملها بالظبط، بعد اذنكم يا جماعه مفيش حد يعمل خطوه قبل الثانيه، يمشي في الخطوات بالظبط علشان تشغل الباتش بعد كده ما يبقاش في اي مشكله. هتدوس ستارت فيكس، هيقول لك ايه؟ هيقول لك دان، هيقول لك دان وتدوس اوك
وتعمل بعد كده اكزت. حضرتك بعد ما تخلص ويقول لك دان، عايز تسيب الفيكس خليه وما تشغلوش تاني، عشان لو شغلته تاني هيبوظ لك الباتش تاني. لو شغلت الفيكس ده مرتين ورا بعض هيبوظ لك الباتش، هو بيشتغل مرة واحدة. انا عن نفسي شغلته المرة اللي انا محتاجه فيها وقال لي دان، هقوم عامل ديليت اهو كده، واضح مش محتاج ان انا اقول اي حاجة تاني في الحتة دي. نزلت الفيكس، فكيت الضغط، خدته جوه الباتش، دوست عليه، دوست ستارت فيكس، اداني دان، مسحته بعدها عشان ما ينفعش اشغله اكتر من مرة. تمام، الحتة دي مية مية معاكو، فهمتوها؟ تمام. ندخل بقى على المرحلة اللي بعد كده. كده احنا ازاي شرحنا الباتش بيتسطب، سوري بيتفك، بعد كده بيتسطب، بعد كده ازاي تسطبه، والفولدر لازم يكون فيه مساحة قد ايه، وكل الكلام دوت اتشرح في الجزء الاولاني من الفيديو. الجزء دوت شرحت ازاي تغير الاسماء بتاعت فولدر داونلود دوت من اول 00 لحد 33، حاطط لك تكست مكتوب فيه مسميات عشان تغيرها بنفسك وبسهل عليك. بعد كده هتحمل حاجة اسمها فيكس، تعمل له اكستراكت هير، حضرتك بعدين هتاخده قط او كوبي جوه الباتش، تشغله يشتغل معاك، يقول لك دن، بعديها تدلته. تمام، مية مية، مفيش اي حاجة ناقصة في الحتة دي. نكمل الشرح. غيرت كل حاجة، تمام. شوف انا امشي معايا في الفيديو زي ما انا عملت بالظبط. هتفتح السلكتور، هتفتح ران ادمنستريتور اول مرة بس عشان الجهاز عندك، هيقول لك يس ولا نو، هيقول له يس، هيفتح الموقع لوحده. ده السلكتور، ده السلكتور، اشرح السلكتور باستفاضة. دي المواقع التواصل بتاعتنا، لو عايز توصل لأي حاجة تخصنا فيهم هتدوس بس دوس هيفتحها لك. أول واجهة بتاعت السلكتور اكزيت جيم، ده أمر حضرتك لو اللعبة مفتوحة عندك ومش عارف تقفلها، بدل ما تخش على التاسك مانجر وتقعد تدور عليها، دوس بس اكزيت جيم هتقفل لك اللعبة. تمام، ده جيم فولدر اللعبة، لما تدوس عليه هتدخل لك على فولدر اللعبة في جهازك. ده سيتنج بتاع اللعبة، ده إنك تلعب اللعبة. جرافيك مود، حضرتك ممكن تنقي من 11 جرافيك منيو معاك في الباتش. تمام، انا بحب العب بال 11 دي، يعني لذيذ. تمام، شغلت انا ال 11، اي حاجه حضرتك هتدوس عليها ابلاي، مش هتشتغل غير لما تدوس اوك، بيقول لك بليز ويت، هتدوس له اوك، هيقعد يحمل، لازم لما ينزل يجيب لك كلمه دان. لو ما جابلكش دان يا فندم، التفعيل ما تفعلش والاضافه ما نزلتش، خليك مركز معايا. تمام، هنيجي عند الارضيات، انا بحب العب بارضيات رقم 9. تمام، الاجهزه الضعيفه قوي تجرب ارضيات رقم 9 وارضيات رقم 8 وارضيات رقم 7 وارضيات رقم 2، دول اخف حاجه في الارضيات كلها. انا ادوس على ارضيات رقم 9 ابلاي، هيحملها زي ما بيحمل قدامك كده يا فندم، بعد ما يخلص هيقول لك دن. تمام، ودي يمكن حاجه جديده عملناها في السلكتور عشان تعرف الاضافه اتضافت ولا لا. تمام، حضرتك ده الستارت سكرين، معاك 200 ستارت سكرين، ممكن تختار منهم اللي انت عايزه. زمالك، وفي اهلي كتير وزمالك، الاثنين قد بعض على فكره، عشان مفيش حد يجي يقول لي الزمالك ازيد من الاهلي او الاهلي ازيد من الزمالك، بس الاهلي ممكن تلاقيه يعني مفرط شويه لان كمسميات هو الصور جت كده، فيعني معلش. طبعا انا اختار الخلفيه، انا عايز خلفيه بحبها مثلا يورجن كلوب. تمام، اختاره اوكي. دي الشماريخ، حضرتك عايز تلعب بالشماريخ ديفولت، يعني مفيش شماريخ، خليها على الديفولت. عايز الشماريخ اللي هي الاولى اللي هي الازرق في احمر تخليها 1، عايز الشماريخ اللي هي التانية دي تخليها 2، انا بحب العب بالتانية دي. هدوس ابلاي. ساوند تراك، حضرتك عندك الديفولت بتاع اللعبة نفسها وخمسة بتوع الباتش، 1 2 3 4 5، انا بحب العب بالتالت ده برضه، ومش شرط انك تعمل نفس اللي انا بعمله، بس جرب برضه. معاك بقى الاضافات بقى، عيش بقى معلم فيها، اعمل اللي انت عايزه. طبعا كل اضافة على حسب حجمها وعلى حسب الحجم الوقت بتاعها هيطول. تمام، وعلى حسب امكانيات جهازك هتستنى ان الباتش يقول لك ضم او لا. تمام، نيجي للكوتش، حضرتك بتختار من كذا كوتش،
ممكن نختار موسيماني، ممكن نختار جاريدو، ممكن نختار سباليتي، ممكن نختار مدرب الجزائر، ممكن نختار مدرب الترجي نبيل الشعلاني. تمام، يعني ما ممكن تختار كارتيرون، ممكن تختار فايلر، تختار انشيلوتي. انا بحب انشيلوتي اصلا فبتدرب بيه. تمام، مش شرط ان انت تدرب الفريق برضو اللي هو بيدرب فيه. هتدرب بقى قبل ما تدخل الماستر ليج، شوف بقى انت عايز انشيلوتي يدرب فين. عايز يدرب في فولهامبتون، يدرب في وست بروميتش، سوري، يدرب في تورينو، يدرب في مايوركا، ترجي، صن داونز. شوفوا انت عايزه يدرب فين وخليه يدرب. الاسماعيلي، حبايبنا، اهلي، الزمالك، الارسنال. شوفوا انت عايزه يدرب فين. انا هبدأ بالارسنال، هذا فريق المفضل، المدفع اللي ما بقاش يضرب، احنا هنخليه يضرب في اللعب غصب عن الكل. طيب كده الاضافات وريتهالكو حاجه حاجه. نيجي الاكسترا بقى عشان اقول لكم دي بتاعت ايه. الاكسترا يا شباب دي الرؤيه الخارجيه للملاعب. حضرتك عايزها بتدوس انيبل، مش عايزها بتدوس ديسيبل. انا بحبها بدوس انيبل، اللي بتهنج عندهم اللعبه، اللي بتهنج عندهم الباتش، سوري، الباتش واللعبه بيهنجوا بسببها، بتعملها ديسيبل. ده التلج، انت عايز التلج في موسم الشتاء هتلاقيك بتلعب على تلج. طيب لو جيت اشغل التلج هيقول لي ان هو بيشتغل بشكل صحيح على ارضيات رقم 2 وارضيات رقم 4 وارضيات رقم 5 وارضيات رقم 7. انا ما بحبش التلج اصلا، بس ساعات بشغله لما برضو بحب اغير شكلا، بس حاليا هعمله ديسيبل، انا عايز الشتاء تبقى مطر. الممرات حضرتك عايزها بتعملها انيبل، مش عايزها بتعملها ديسيبل. طيب عشان اتكلم في قصة الممرات دي، اي حد هيشغل التاتو مود اتمنى لو حصل معاه اي مشكلة اللعبة خرجت يقفل الممرات. اي حد اللعبة بتخرج معاه عموما يا ريت يقفل الممرات، لان الممرات بتتعارض مع حاجات كتير في لعبة بيس 2017، ملهاش علاقة بالباتش نهائي. وهتكلم برضو وانا بعمل السيتنج، الباتش دوت ملوش علاقة، ولا هو بيهنج اللعبة، ولا هو ملوش علاقة أصلا بإمكانيات جهازك. جهازك بيشغل بيس 2017 هيشغل باتش 1 تو الإصدار السادس. أنا عايز الممرات أعملها إنيبل. الأنيميشن ده شكل اللعيبة قبل ما تخش الماتش، هنا بيتحركوا هنا ثابت، أنا عايزهم بيتحركوا. الإنترانس، دخلة الملعب، عايزة سينيماتيكس. يعني إيه سينيماتيكس؟ يعني الدخلة الكلاسيك العادية، أو عايزة سموك بوم بدخلة أمريكا الجنوبية. أنا عايز الدخلة العادية. الكاميرا السبايدر اللي هي شبه بيس 20 شوية، انا ما بحبهاش، بحب اعمل اللي من بره، او انت عايزها بتعملها انيبل. لكن لو انت هتعملها انيبل او ديسيبل بتشوف انت عامل الاختيار هنا ايه، طبعا ده احنا عارفينه من السيليكتور اللي فات، وبتعملها زي. تمام، طبعا انا هشكر واحد واحد في التيم بتوعي اكيد، بس يعني اخلص الشرح الاول، لان السيليكتور دوت عامله عبقري، اسمه سامح عبقري. كلمة عبقري دي يعني الامانة اكتر حد شفته فاهم برمجة بصراحة، شخص محترم جدا وليه مستقبل بجد في الموضوع بتاع البرمجة دوت. اتمنى له بجد يعني يوصل فيه لأعلى حتة. تمام، تعال نتكلم في الأذرز. كده خلصنا الاكسترا. ريبلاي لوجو حضرتك عايزه، عايز الريبلاي لوجو ولا مش عايزه؟ عايزه بتعمل انيبل، مش عايزه بتعمل ديسيبل. انا عايزه اعمل انيبل. حضرتك الجماهير عايزة بتعمل انيبل، مش عايزة بتعمل ديسيبل. انا هعمل انيبل. حضرتك الجيم بلاي، في اتنين جيم بلاي، تلاتة جيم بلاي، واحد ده جيم بلاي، جيم بلاي اتنين ده جيم بلاي تاني خالص، ديسيبل ده جيم بلاي تالت خالص. يعني ميكس بين جيم بلاي باتش وبين جيم بلاي اللعبة، حاجة ستاندرد شوية. فأنا بلعب على اتنين شوية، واحد شوية، ما عادي يعني، أنا بلعب على واحد. تمام، بعد كده الانتي لاج، اللعبة عندك فيها مشاكل، اللعبة عندك بتعاني من اي حاجة في التهنيج، شغل الانتي لاج ده حلو جدا. انا بما انها مش م... يعني حضرتك ما تعملوش ديسيبل، لو انت مش هتشغله ما تعملوش ديسيبل، لان انت لو عملته ديسيبل بص هيقول لك ايه، بص هيقول لك انت بتعمله ديسيبل ليه، هو انت مشغله اصلا؟ فانا اضطر اشغله عشان اعمله ديسيبل. اهو بص، عملت انيبل اشتغل معاك انيبل، اعمل ديسيبل هيعمل له ديسيبل لان انا شغلته فقفلته. لكن ما ينفعش اقفله بالذات الانتي لاج من غير ما اشغله، مش هيقول لك ان هو شغال.
في يعني اتمنى اكون الحته دي وصلت لكم. سويت فيكس، انا سويت فيكس بصوا لو جيت تعمل له انيبول هيقول لك ان هو بيشتغل بشكل كويس على ارضيات رقم 2 وارضيات رقم 3 وارضيات رقم 6 وارضيات رقم 8. حضرتك بتحب السويت فيكس وعايز تجربه جربه، مش عايز ده اضاءه مختلفه بس شويه، وانا مش بحبه قوي يعني، ساعات وساعات برضو. ممكن انتوا تجربوا يا جماعه، وهفاجئكم بمفاجاه دلوقتي في اخر الفيديو، يعني حاجة حاجة هتعجبكم والله، حاجة هتعجبكم، وعاملينها تيم الباتش بشكل حلو. الماتش كونديشن حضرتك عايز تلعبه الصبح على طول، حضرتك عايز تلعبه بالليل على طول، حضرتك عايز تلعبه من غير مطرة خالص، هتختار هنا الصبح على طول، هنا من غير مطرة خالص، المطرة في الشتاء مش هتمطر عليك نهائي، هنا هتلعبه بالليل على طول، هنا الديسيبل اللي هو الديفولت بتاع اللعبة بالليل والصبح وكل حاجة. فهتدوس ديسيبل، هتدوس ديسيبل، بعد كده الادون. نيجي بقى القصة دي، جي اف اكس مود عايز تشغله اعمله انيبل، عايز ما تشغلوش اعمله ديسيبل، انا مش بحب اشغله. المينيو سيرفر اللي هي الخلفيات بتاعت السيرفر بتاعت كل بطولة طبعا انا بحب اشغلها. السكاي مود يعني السماء، سماء متحركة كل شوية بتتغير، حاجة لذيذة برضو أنا بحب ألعب بيها. لو أنت مش حاببها برضو، عايز السماء الديفولت بتاعت الملاعب بتعملها ديسيب. الكومنتري أنت حضرتك عايز تلعب بأني تعليق، تعليق فهد العتيبي ولا تعليق رؤوف خليف المعدل؟ باتش الوحيد اللي نازل بتعليقين طبعا من إبداع العالمي محمد صبحي، خلى اللعبة دي ليها طعم تاني مع باتش 1 2 بصراحة، تعديل رهيب. اللي معرفش محمد صبحي، محمد صبحي ده راجل عنده استديو، راجل مهندس صوت بيحب الألعاب، بيلعب لعبة بيس من أيام 2006. ده انضم للتيم معانا بقاله 7 شهور غالبا. الراجل بيبدع في موضوع الصوتيات جوه اللعبة، وممكن ممكن مش أكيد طبعا التعليقين دول هيبقى فيهم ابديت مستمر، ولو لو يعني انا مش عشان بس ما تقفلوش في الكلمه، لو الراجل دوت كمل مع التيم واحنا كملنا في المجال عموما، احتمال يعمل تعليق تاني او لا، عشان اكون بس صريح، لان الموضوع خد منه وقت كبير جدا، الله اعلم، عشان برضه اكون صريح وما اقولش حاجات انا ما اعرفش هي ممكن تتعمل او لا. طب انا بحب العب بفهد لان انا رؤوف لعبت بيه الفتره اللي فاتت كتير، ده رؤوف المعدل مش رؤوف اللي انتوا عارفينه، ده متعدل عليه كليا، وده طبعا متحول من بيس 20 زي ما شفتوا في الفيديوهات كلها. طب انا هدوس فهد وهدوس اوكي، هستنى شويه لان مساحه الفولدر ده كبيره، هي ممكن تكون ظاهره لك جوه اللعبه صغيره، بس هو جوه السليكتور بينقل المساحه الفعليه للملف، فالمساحه هتلاقيها كبيره جدا. فانا هستنى لحد ما يقول لي اوكي زي ما اتفقنا، السايدر اي حاجه فيه لازم تقول لك اوكي الاول، لازم تديك الضن بتاعتها الاول، ما ينفعش خالص اعمل اي حاجه طول ما هو بينقل، فلازم اقعد مستني زي الباشا كده لحد ما ينعم عليا ويقول لي ضن. ده بترجع لامكانيات جهاز حضرتك بس، فانا مستني والله معاك اهو، هو بيحمل، دي يمكن حاجه لايف قدامكم كده، ان الاضافة لازم أن تستناها لحد ما تديك الاسم بتاع الدن جوه المربع اللي احنا عملناه. ليه عملنا الفكرة دي؟ علشان حضرتك في ناس كان السليكتور بيهنج منها طول ما هو بينقل، يقعدوا يلعبوا يمين ويلعبوا شمال ويدوسوا هنا ويدوسوا هنا ويدوسوا هنا، بص اهو خلص بيقول لي دن، خلاص اقول له اوكي الاضافة نزلت. طيب بعد ما ظبطت دنيتي طبعا، ده الماستر ليج، تزود فلوس الماستر ليج، اداه تهكير الماستر ليج، ده انستول سيليكتور، دي اول حاجه انت المفروض تعملها وانا نسيت اشرحها لاني تعبان للامانه، ويعني بحاول اركز في كل حاجه في الباتش. دي انستول سيليكتور. طب دي بتعمل ايه يا عم لحضرتك؟ الفونت اللي انت شايفه ده والكلام بالشكل ده والسيليكتور بالشكل ده مش هيشتغل معاك بشكل صحيح غير لما تدوس انستول سيليكتور ويقول لك دان، تدوس انستول سيليكتور ويقول لك دان، بعدين تقفل السيليكتور وتفتحه تاني هتلاقيه بالشكل ده، يعني فونتات بتتسطب على جهاز بس، فاول ما يعني ما تدوس عليها وتقفل السيليكتور وتفتحه هتلاقيه بالشكل ده، تمام؟
نيجي بقى للدي بي فايل ليست بعد ما خلصنا كل حاجه. تعبتنا يا عم بلال. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا عم بلال؟ ايه سي بي كي هتتغير؟ احنا شغالين في البدا، احنا عملنا باتش يا عم معاكم والله على دماغنا يا جماعه، ودي حاجه تشرفنا اذا كنت كل المشتركين اللي بالالاف دي ان هي تساهم معانا في الباتش، دي حاجه طبعا تشرفنا. بس اعتبر ان دي حاجات خفيفه زي ما قلت لك، دي زغزغه يعني مش حاجه، بس عشان الحاجه تشتغل عندك بشكل صحيح. وبعتذر لكم عليها تاني ان هي غلطه من عندنا للامانه بصراحه يعني، لان احنا المفروض كنا نسقنا مع الناس اللي بتضغط حوار اللغه ده، انا نسيته نهائي خالص. تفتح الدي بي فايل ليست، هيفتح معاك. طبعا انت هتدور على مكان اللعبه بتاعك فين وتجيب يعني انا اللعبه عندي في فولدر بيس 1 2 باتش 2، هجيب الدي بي فايل ده وادوس عليه كده. هيقول لي معاك 33، استنى اكبره كده اهو، معاك 33 سي بي كي هاي. نركز قوي في الحته اللي جايه دي، خلصنا كل حاجه واخترنا اختيارات السيلكتور وعرفتكم الاختيارات اختيار اختيار. معلش الحاجه الافكت اللي كان في السيلكتور اللي كنت عايز اشرحه، ان انت ممكن تعمل جرافيكس بنفسك، بمعنى يعني حضرتك لو اخترت ارضيات معينه مثلا 9 او 7 او 6، 6 دي عدلنا عليها عشان تبقى شبيهه البيس 20 بنسبه كبيره، وشغلت السويت فيكس مع الجي اف اكس مود اللي معدلين عليها برضو، هيديك جرافيك تاني غير الجرافيك العادي بتاع الحاجه اصلا. طب لو شغلت الجي اف اكس مود بس هيديك جرافيك، طب لو شغلت السويت فيكس بس هيديك جرافيك تالت. يعني بصوا انتوا عملتوا كام جرافيك في ارضيه واحده، يعني اخترت الارضيه دي او دي، او يعني انا صراحه جربته على ارضيه رقم 6 دي و9، بس يعني اختار الارضيه تشغل عليها السويت فيكس مع الجي اف اكس مود اللي هي دي هيديك جرافيك. بشغل الجي اف اكس مود بس هيديك جرافيك تاني خالص، بشغل السويت فيكس بس هيديك جرافيك تالت خالص. بصوا يعني كانك انت بتصنع جرافيك في كل ارضيه لنفسك. الموضوع لذيذ جدا على فكره وانا جربته. طبعا مش عايز تشغل الاتنين وتشتغل بالجرافيك نفسه بتاع الارضيات نفسها والباتش ده برضو جرافيك تاني يعني، بس القصة جميلة. جرب وما عجبتكش ارجع طبعا للديفولت الطبيعي. انا ما بحب، انا جربتها وما عجبتنيش قوي، عجبتني في ارضيات وارضيات لا، وبعدين قمت مبطلها خالص لان انا لقيت ان انا عايز العب بالحاجة الطبيعية اكتر. تمام، حبيت اشرحها بس. طيب الميزة في السيليكتور ده ان هو بيتحرك معاك زي ما انا بعمل كده. السيليكتور القديم كان معانا حد في التيم طردناه في فترة، حابب اتكلم فيها برضو. وفي ناس في ناس اتطردناها من التيم مش خرجت، عشان نكون واضحين طردناها ليه؟ عشان الناس دي مش سويه، ناس مش كويسه، وانا عن نفسي عامل لهم بلوك على الخاص بتاعي وما بتعاملش معاهم داخل على سنه. عرفنا ان الناس دي شمال من الاخر، وهي كانت موقعانا في مشاكل كتير. فبالبلدي كده اي حد مش هتشوفه اسمه في التيم بتاع 1 2 بيدخل يقول لك انا كنت مع 1 2، قول له انت مطرود، اقسم بالله مطرودين وواخدين بالجزمه، عشان في ناس كتير اتكلمت باسمنا في الفتره اللي فاتت. فيهم ولد معرفش اسمه والله ناسي اسمه بيكلم كل شويه واحد يقول له انا كنت في تيم 1 2. يا جماعه انا مش عايز اتطرق للحته دي في الفيديو، بس في ناس كنا من يعني خلاص 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 مش عايز اخش، عشان انا خدت قرار ان انا مش هتكلم على حد، ان انا مش يعني مش عايز اتطرق للكلام ده تاني. ما علينا، تيم 1 2 هتشوف ما هو اللي موجود في بوست 1 2 بس، اي حد تاني ده شخص مطرود لا يقل عن سنه او 6 شهور دلوقتي. تمام، السليكتور بيتحرك زي ما انت شايف كده، وممكن ينزل لتحت يبقى في الديسك بار تحت او تطلعه. يعني الخاصيه دي برضو عملناها طبعا، استاذ سامح كتر خيره راجل يعني ممكن يخلينا السليكتور دوت يعني ايه، وخلاه يغني ممكن يخليه يرقص. طبعا انت لو شغلت بلاي ميوزك هنا او اول ما تفتح السليكتور قبل ما تدوس على اي حاجه هتلاقي فيه موسيقى بتشتغل، حاجه برضو افكت جديد عاملين. طب انزل ده كده اشتغل دول كده، هدوس اوكي. او سوري نو دي ال سي، لازم نعمل دي نو دي ال سي. تمام هفعل كده. طيب في تريكايه اخيره، واللي هيجرب الفيديو ده انا بقول لك انت مش هتشغل الباتش بشكل صح، براحتك بقى. في تريكايه اخيره، اللعبه اوقات
معاك لو انت زودت اضافات او ما زودتش اضافات بعد تغيير بعد تغيير اي اضافه من جوه السيليكتور، هتخرج يعني تفتح وتقفل تفتح وتقفل. قدامك ثلاث اختيارات، تمام؟ قدامك ثلاث اختيارات. الاختيار الاولاني ان انت تلغي الاضافه دي، يعني الاضافه دي بتعمل مشكله ساعات مع اللعبه لما بتفتح. ايه هي الاضافه اللي هلغيها دي يا عم؟ ده حرام عليك، في ايه يا عم كل ده وفي الاخر الغي؟ طب بص يا سيدي، الاضافه دي بتاعت ان انت بتخلي صوره مكان الخلفيه بتاعت المنيو اللي هي في البدايه لما افتح اللعبه، هشرحها لمعاليك، هشرحها لحضرتك. فاول هام، اول حاجه يعني عشان تستسهل خالص، الغي الاضافه دي وبعدين ابقى فعلها، يعني الغي الاضافه دي وفعل وافتح اللعبه. فتحت معاك يبقى رجع الاضافه دي، اللعبه هتفتح معاك عادي. طيب الحل التاني، حط الاضافه دي تحت اي حاجه من دول، مش شرط في الاخر، حطها تحت من اول بوس معاك، من اول 18 وانت نازل، حطها شويه تحت 18، سوري دي 29، دي حطها تحت 18، حطها تحت 18، حطها تحت 19، حطها تحت 20، حطها تحت 21. العب بقى يعني، في كل مرة اللعبة تلاقيها بتفتح وتقفل معاك، غير مكانها، غير مكان الإضافة دي، تمام؟ لأن الإضافة دي بتتعارض مع اللعبة ساعات، أو سهل على نفسك خالص والغيها. أنا قلت لك دي إضافة إيه؟ إضافة خلفيات المنيو بتاعت اللعبة، اللي هي الخلفية الرئيسية لما تيجي تدخل في اللعبة، بتبقى بدال صورة رمادي اللي هي الديفولت بتاعت لعبة بيس، بتبقى خلفية المنيو. فحضرتك مش عايزها خالص، الغيها وريح نفسك. عايزها وحبيبها وشكلها حلو، وانا شايف طبعا ان انا عايزها لانها شكلها بيبقى حلو، بقعد اغير في مكانها لما بتضايقني. ده لو ضايقتني هي لسه، انا هجرب اتضايقني ولا لا يا عالم. انا لازم يعني انا لازم اشرح الحاجة عشان لو حصلت لي هدوس اوكي جنريت، هيقول لي اوكي، هقفل، اجل السليكتور، اظبط السيتنج بتاعي. ما هو انت دلوقتي لازم تظبط حاجتك حاجه حاجه. اللعبه لا انت مش شرط يعني، ممكن تعملها على منخفض، ممكن تعملها على متوسط، انا بعملها على عالي. اداه التحكم، ها تمام، هتدوس بلاي، المفروض كده اللعبه تفتح معاك. تاني لو اللعبه فتحت وقفلت معاك، اعمل اللي انا شرحته في السي بي كهايه اللي هي رقمها 33، غير مكانها او شيلها. طبعا هي هتفتح، لان هي المشكله دي هتقابل 1% منكم كلكم. طبعا دي المقدمه بتاعت الباتش، تمام؟ انا حابب ان انتوا بس تبصوا عليها. ده الانترو بتاعنا، دي الستارت سكرين اللي انا اخترتها، دي الخلفية بتاعت 1 2. حضرتك الباتش هيشتغل عليك، مبروك الباتش. ايه هي اللي انا بتكلم عليها؟ السبيكاية اللي هي رقمها 33، هي دي المنيو، ده المنيو ده اللي انا بحرك عليه الماوس ده، بس طبعا الماوس مش عايز يدخل جوه اللعبة لان مش هينفع. اللي هي دي، هي فندم قدام حضرتك. انا معرفش هي اصلا ايه اللعبة، هتبان لكم ولا مش هتبان لكم، بس ما علينا. انا خرج، تمام. اخر حاجه بقى بعد كل دوت، معلش انا نسيتها لان انا بقولت انا بشرح الباتش وانا تعبان، فولدر كونامي ده هتعمل له اكستراهير، تحطه هنا دوكومنت كونامي او ديليت ليست، اللي هو ده حطيته، تمام. نيجي بقى للرجاله اللي مشغله التاتو. بص يا سيدي، التاتو ده عشان يشتغل حضرتك الاول، تعال بس نخش عليه، اضافة مود التاتو، ادوس اضغط. طبعا انت مش هتحمل التاتو غير لما نقرا البوست ده كويس، باسورد فك الضغط www.12moods.com، الموضوع هتقراه كويس. طب هو كاتب ايه في الموضوع هنا يا فندم؟ ان هو التاتو لازم يشتغل على جودة هاي، لازم يشتغل على جودة هاي. حتى حضرتك لو جيت في السيليكتور اخترته
هتلاقيه جايب لك الصورة دي في الأول، الغيها ودوس لأوك لو أنت مشغله على جودة هاي، تمام؟ ده هيشتغل معاك بشكل طبيعي، ماليش دعوة الريزوليوشن أنت عامله كام، اعمله زي ما أنت عايز، اعمله زي ما أنت عايز، المهم يكون شغال هنا في الكواليتي على هاي، اللي هي بالعربي بتبقى مكتوبة عالية أو عالية حاجة زي كده، تمام؟ طيب انا بشغلها على ميديم يا عم بلال، هتشتغل معاك في الميديم؟ ما قلتش لا. يعني بص يا فندم حضرتك، هو كاتب لك هنا ان هي بتشتغل على المتوسطه اللي هي الميديم، بس في لعيبه التاتو بتاعها مش هيظهر مع حضرتك كده. واضح الحته دي؟ واضح الحته دي. هتجيب فولدر التاتو، هتحمل الثلاث بارتات دول، هتفك الضغط بتاعهم، الباسورد اللي مكتوب على الموقع، هتدخل جوه فولدر تاتو، هتدخل كده هتاخد الفولدر ده، هتاخده كات او تاخده كوبي، ما تدخلش عليه اصلا، تاخده كات او تاخده كوبي، وتدخل على الفولدر بتاع اللعبة بتاعتك اللي هو فولدر اللعبة بتاعتي اللي هو ده، وحطه هنا بيست. هيقول لي ريبليس، اقول له ماشي. طبعا هو بينقل 6 جيجا او 7 جيجا، فهياخد معاك شوية في النقل، وهياخد معاك وقت اكتر لما تفعله من السيليكتور. لما تخش على السيلكت، وهوريكم دلوقتي لما تدوس اون او اوف هياخد وقت كبير في اون. ليه؟ علشان ده بينقل 7 جيجا عن طريق السيلكتور مش عن طريق الويندوز بتاع حضرتك. فطبعا التاتو اللي هيشغله لازم يكون مشغل اللعبة على هاي، اقل حاجة ميديم، ومش هيشتغل معاك في بعض اللعيبة هيضايقك شوية، هاي هيشتغل معاك بشكل طبيعي خالص ما فيهوش اي مشاكل. طيب هتاخده حضرتك تحطه جوه اللعبة زي ما انا عملت، انا ولا ألفت ولا دخلت على الفولدر ولا بصيت السبيكات فيها ايه ولا عملت اي حاجة. طالما انا عملت الفيديو بشرح زي ما عملت انا من البداية، بط دينيتي من السيليكتور، تعالى دلوقتي مثلا نقفل دي عشان هتفتح تاني مع السيليكتور، افتحه لكم اهو، تمام؟ طبعا انت في كل مرة السيليكتور هيفتح الموقع عشان لو في تحديث هيقراه، دي حاجة جديدة، تحديث جوه اللعبه نفسها يعني جوه الباتش نفسه، ممكن ملف يبدل ملف لوحده، فانت في كل مره تفتح السيليكتور هستاذنك سيبه يقاري الموقع لمده لا تقل عن دقيقه دقيقتين. يا عم معلش اعتبرها في كل مره تفتحه سيبه لا يقل عن دقيقه دقيقتين، لو في ابديت او اي حاجه هو هيبدلها، هو هيتعامل لوحده، مالكش دعوه انت، ولا هيقول لك اعمل حاجه، تمام؟ تمام. نيجي للاضافه بتاعت التاتو اللي هي دي، انا بعد ما نقلته، انا نقلته جوه اللعبه اهو، فانا هاجي افعله هنا ديسيبل، مش هيشتغل معاك. يعني انا لو عملت ديسيبل مش هيشتغل معاك اهو ديسيبل. طب اجي اعمل انيبل، انيبل هيطلع لي الصوره اللي انا قلت عليها اللي هي في الموقع، هيقول لك ان يجب ان تشغيل مود التاتو ان تكون اللعبه على هذا الاختيار عشان يشتغل بشكل صحيح. فحضرتك هتقول له ماشي، او لو انت عامل عندك ميديم شغال برضه، هقفل الصوره، لو قلت له اوكي هيبدا نقل، لو دوست اوكي هيبدا نقل، فانا مش عايزه يبدا نقل بصراحه، يعني انا هلغي بعد كده، هدوس على والله حتى لو لغيت هيبدا نقل برضه، فانا هقفل السيليكتور بقى، يعني انا عشان هينقل التاتو تاني هياخد مني وقت جامد جدا، فانا هقفل السيليكتور علشان الوقت بس بتاع الفيديو. انا كده شرحت كل حاجه، شرحت كل حاجه باستفاضه. اتمنى الناس لو عندها اي سؤال تعمل بوست على الجروب بتاع البيج، يعني عندنا البيج هنا حضرتك لو عايز تدخل عليها، او في السيليكتور، السيليكتور نفسه في كل حاجة في السوشيال لينا، ادخل على الجروب بتاعنا، حط البوست اللي انت عايزه بسؤالك وهنجاوب عليه، البوستات هتتفتح بعد الفيديو ده ما ينزل على طول جوه الجروب. بشكر كل المشتركين على مدار سنتين، على مدار 5 اصدارات فاتوا والسادس، لقينا منكم كل دعم، لقينا ناس كويسة كتير، لقينا ناس وحشة برضو، بنحترم الناس كلها. قرار التيم ان هم لحد دلوقتي معتزلين، معرفش هيكملوا او مش هيكملوا. في كل الاحوال انا اتشرفت ان انا اتعاملت معاكم واحد واحد في التيم بتاعي، مش حابب بجد اقول اكتر من ان انا الناس دي اكتر ناس شفتها محترمة في مجال الالعاب، محمد صبحي، عمر، احمد، زيزو، محمد رفعت، سامح، محمد، صفا، ده عراقي،
وسام خالد اكتر شخصيات محترفة في مجال البيس بجد، اتعاملت معاها لمدة مش قصيرة، عملوا ابداع اسمه 1-2 في 6. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيه وهتشوفوا الشغل والمجهود. اتمنى تدعموا الناس ديت وتوروهم ان الناس مستنية الجديد دايما منهم، وان ما ينفعش يعتزلوا، علشان يعني انتوا كمستخدمين بتقدروه. سيبكم من بلال خالص، انا مش محتاج حد يقول لي حاجة. انا عن نفسي يعني انا بحب ان يعني بحب الناس اللي بتلعب لعبة بيس، وبحب اساعدهم يعني بالحاجات اللي احنا بننزلها. انا دلوقتي بتكلم على التيم بتاعي مش عن نفسي. اتمنى تدعموهم، اتمنى توروهم وانتو يعني ايه، واتمنى الباتش يعجبكم. واي سؤال احنا تحت امركم على الجروب بتاع الباتش. كده دي نهاية الفيديو، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، واتمنى ان انا ما اكونش طولت فيه. سلام عليكم.